بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن لا يجعلنا من المحرومين ولا من المطرودين. سورة الإسراء التي قرأنا منها جزءا كثيرا في هذه الليلة سميت بالإسراء لكونها ذكرت حادثة الإسراء والمعراج، أو حادثة الإسراء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ونلاحظ الربط القوي بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولا أحد يستطيع أن يفرق بينهما، ولن يفرق بينهما إلا كاذب يكذب على الله عز وجل ويكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكافر بالقرآن الكريم الذي يفصل بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والذي لا يعير المسجد الأقصى اهتماما ويقول هو لا يهمنا أو ليست لنا علاقة به. هذا إنسان قد انسلخ من عقيدته وانسلخ من دينه وكذب صريح القرآن الكريم. فالمسجد الأقصى كان منتهى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من إلى، من المسجد الحرام إلى الغاية النهاية كان المسجد الأقصى. ثم كان المعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، يعني المسجد الأقصى لعب دورا في بين الإسراء والمعراج. كان منتهى إسرائه صلى الله عليه وسلم، وكان بداية معراجه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة المعراج، وأحيى الله تبارك وتعالى الأنبياء، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في ليلة الإسراء والمعراج. فمن ذا الذي يدعي أن المسجد الأقصى ليس لنا، وأنه لا وزن له عندنا نحن المسلمين؟ هذا ليس من المسلمين الذي يقول هذا الكلام. المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا وجزء من ديننا. أمر آخر أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين، هو أول قبلة توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وتوجه إليه بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، ولم يتوجه نحو الكعبة بعد الهجرة إلا بعد 16 شهر أو 17 شهر، بعد أن علم الله عز وجل أن المسلمين خلصوا لله تبارك وتعالى، ولم يستمسكوا بأرض، ولم يستمسكوا بجهة من الجهات، لأن الذي يقدس الجهات هو الله سبحانه وتعالى. الذي جعل المسجد الأقصى له قيمة هو الله، والذي جعل الكعبة أو المسجد الحرام له قدسية هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي ومن معه يقدسون البيت الحرام، الكعبة المشرفة، لأنها وطنهم وقد ولدوا في هذا المكان، وكانت هي أحب بلاد الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
إذا كانت هذه أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل النبي وأصحابه لله وحده، لا يتعلقون بأي جهة من الجهات، ولا يتعلقون بأي أرض من الأراضي، ولا يتعلقون بأي جهة من الجهات، لأن الذي أكسب هذه الجهات قدسية هو الله سبحانه وتعالى. فلما علم الله سبحانه وتعالى أنهم صاروا لله وحده وأنهم نجحوا في هذا الابتلاء، وجههم الله سبحانه وتعالى مرة أخرى إلى المسجد الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن سورة الإسراء تتعلق بجزء من عقيدتنا، وتشير سورة الإسراء أيضا إلى أن القدس وما حول القدس من هذه البلاد هي أرض مباركة، لأنها أرض الأنبياء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى هو في رقبة كل مسلم، في رقبة كل مسلم، ولا يجوز التخلي عنه أبدا بحجة أنه في فلسطين، فهو ليس ملكا لفلسطين، كما أن البيت الحرام ليس ملكا الله سبحانه وتعالى عليها ونلقاه بها. وهذا ما أردت أن أوصله لكل المسلمين الذين يسمعوننا والذين سمعونا من قبل. أنا أركز على هذه النقطة كثيرا عندما يأتي ذكر المسجد الأقصى، وعندما تأتي سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهكذا. أيضا هذه السورة ورد فيها قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للطريق الأفضل المستقيم. يعني من أراد الطريق المستقيم، والطريق المستقيم هو أقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق المستقيم لا يدلك عليه إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ويعلم ما بداخلك، والذي يستطيع أن يدلك على الطريق إليه سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى في أقرب وقت، فما عليك إلا أن تقرأ القرآن الكريم، وتحتكم إلى القرآن الكريم، وتعمل بما في القرآن الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أيضا في هذه السورة، السورة محتاجة كلام كثير بصراحة، ولكن أنا بس يعني أعرج على أشياء سريعة. يعني أن هذه السورة قالت: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن كان ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. عايز الدنيا، عايز غنى، عايز ملك، اللي انت عايزه في الدنيا. عايز العاجلة، الله سبحانه وتعالى يعطيك العاجلة، بس مش هيكون لك حاجة في الآخرة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة، عايز الآخرة بالكلام، طب بالتمني، يعني بالإرادة، يعني بيحب الآخرة،
من غير عمل يوصل للآخرة ما ينفعش. ربنا قال كده: ومن أراد الآخرة، ها هذه الإرادة، أمال إيه بعد الإرادة؟ قال: وسعى لها سعيها، يعني عمل للآخرة. الجنة ليست بالتمني، النعيم ليس بالتمني. التمني ده شغل الشيطان، شغل الناس الكسالة، لكن شغل المؤمنين اللي عاوزين الجنة عندهم شغل، عندهم عمل. دايما القرآن يقول: إن الذين أمنوا وعملوا، ما قالش أبدا في آية إن الذين أمنوا دخلوا الجنة مباشرة، ما فيش آية في القرآن تقول هذا الكلام، ولكن دايما بعد آمنوا يقول وعملوا. والعمل بالذات مقيد بأن يكون عملا صالحا، آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد أن يكون العمل صالحا، وحتى يكون العمل صالحا لا بد أن يكون موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. يبقى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دول هم اللي هيدخلوا الجنة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، سعيهم مشكور، سعيهم ينفعهم يوم القيامة، سعيهم سوف يرون ثماره، سوف يجنون ثماره يوم القيامة. ولذلك نحن نركز على العمل، نحن لسنا قوالين فقط، نحن نريد أن نكون قوالين وعاملين، نقول ونعمل. هذا هو منطق الإيمان ومنطق المؤمن الصحيح. ولذلك لو أنت مشيت في الآيات قدام كده هتلاقي أن هناك سلوك كثيرة جدا هي ثمرة أو هي ثمار للصلاة والصوم والزكاة والحج. كل السلوكيات السيئة ده معناها أنك أنت أن صلاتك ما نفعتش، الزكاة الحج بتاعك، أعمالك اللي أنت بتأديها لم تثمر خيرا. يعني إذا كان هناك قتل، إذا كان هناك ارتكاب فاحشة، إذا كان هناك أكل مال اليتامى، إذا كان هناك كبر، إذا كان هناك يعني إذا كان هناك أكل حقوق الناس، كل ده يتنافى مع الصلاة والصوم والزكاة والحج. ولكن إذا كانت سلوكياتك طيبة فإنها سوف تكون من ثمار الأعمال التي عملتها، الأعمال الصالحة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فأرجو الله سبحانه وتعالى وأسأله أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.